نشكرك زميلنا رعد الرقاد. والآن رح ننتقل لموضوع مهم جدا. امبارح على فكرة كنت قاعدة عم بقرأ تقرير، والأردن بين أعلى الدول بالوطن العربي بنسب الطلاق. دائما في سبب لأي مشكلة عم بتصير، ليش إحنا عم نوصل لدرجة الطلاق؟ يعني هذا موضوع يمكن غير مقبول اجتماعيا، ولكن بالنهاية بقول لك الواحد اللي مجبور عليه يعمله. لكن ليش ما إحنا نستشير استشاري نفسي، استشاري علاقات زوجية ليقدر يحل لنا هذا الموضوع. أيضا موضوع الفتور بالعلاقة الزوجية هذا موضوع ثاني ويطال الحديث فيه. بتنضم لنا الدكتورة أحلام خطاب، استشارية أسرية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير. يا هلا، شرفتينا ونورتينا. يعني خلينا نتحدث بداية عن موضوع فتور العلاقات الزوجية. يعني بتلاقي ناس متزوجين لهم 6 أشهر وناس لهم متزوجين 10 سنين، اثنيناتهم بيشكوا من نفس الموضوع، فتور العلاقة الزوجية. نعم. الأسباب. بداية خلينا نحكي شو معنى كلمة فتور، أو من وين جاي الأصل من كلمة فتر؟ يعني شيء برد، يعني صار خلاص، يعني ما ملوش قيمة. أيوه. الفتور أو البرود العاطفي معناه أنه أحد الشريكين مش متقبل الآخر، أو مش عم يقدر يبوح للآخر باللي بداخله. تمام. هلا خليني ارجع لمنشأها عشان اقدر اقول لك وين المشكله وكيف الوقايه منها وشو اسبابها. تمام. هلا منشأها انا بقول من ناحيه نفسيه او تربويه، مثل احنا ما عم بنشوف بالمجتمعات، يرجع الى اول شيء تقاليد العادات والتقاليد اللي بالبيئه اللي احنا فيها. شغله ثانيه، الحمايه المفرطه لنا واحنا مراهقين. هلا يعني يمكن شويه مش مفهوم الكلمه، مش مفهومه. صح. خليني كثير ابسطها للاخوه المشاهدين والخوات، لانها كثير مهمه، خاصه انه كلنا عندنا مراهقين في بيوتنا، أو كنا مراهقين وعشنا هالشيء. هلا الحماية المفرطة للمراهق إنه كل شيء ممنوع، كل شيء حرام، كل شيء خطأ، ولا تعمل هيك، ولا تعبر، ولا تحكي، تسمعش أغنية عن الحب. كل زمان لما نسمع أغنية عن الحب شو بتحبي ابن الجيران؟ أيوة مزبوط. وعيب وشو بالضبط. هلا إحنا في طبعا في قيود وفي معايير للمجتمع، مش معناتها إني أنا كلامي إنه أنا أتعدى المعايير والقيود والضوابط اللي هي موجودة في البلاد اللي إحنا عايشين فيها. لا، أنا بتكلم للأم وللأب إنه أنت ما تحمي ابنك وبنتك كثير، خلي ابنك وبنتك يكون في عندهم نوع من الحرية المقيدة، استقلالية. والحرية المقيدة يعني أنا بعطيك حرية إنك أنت تشوف مثلا فيلم معين، ولكن هذا الفيلم له ضوابط معينة أنا ممنوع إنك أنت تقرب عليها. حلو. بحسب عمرك، أنا بقول الزمني، وحتى كمان إدراكك بيختلف. في مثلا مراهقين كثير أذكياء بيلقطها بسرعة وبيفهم، وفي لا شويه بطيء. هلا لما انا بحمي بنتي كثير كل شيء ممنوع، بدها تروح سهره مع صحباتها ممنوع، بدها تسافر شويه ممنوع. هلا برجع وبقول مش ضد، وانا مش معك وحده استشاريه، لا انا عم بقول ما تحميش كثير، اطلعي بس روحي معاهم. حلو. خليكي جنبهم. حلو. حواليش منع كامل، هذا اللي بقول انا، اعطي حريه ولكن مقيده. في كثير بنات بيرغبوا يروحوا مثلا على الشواطئ، في كثير بحبوا. هلا بعد فتره اللي بقول التوجيهي وما قبل التوجيهي والتوتر اللي هم عايشينه هلا قبيل النتائج، ممكن كانت تاخذ بنتها شويه بجوله نقول برا. طب هذا بياثر على الفتور بالعلاقه الزوجيه؟ نعم بياثر شوي. نعم. هلا بديش اشرح شوي لانها هي شوي داخله في 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 عضويا مع البنت، شو بتعمل توتر نفسي عند البنت. نعم. بتخلي البنت ما تقدر تعبر عن مشاعرها، صح، ما تتجرأ انها هي تعبر وتقول كلمه بحبك او بتحبني، كلمه شويه بنخاف منها. يا انها بتنقال دائما على اللسان وصارت كعاده وهذا ما بدنا يصير، او انه بيكون في تحفظ تجاه البنت ما تقولها للشخص الاخر، لانه هي ما عاشت وما ربيت على نوع من الحريه في الحوار مع الام والاب، فصارت الكلمه عندها سهل تطلع على الشخص اللي حست تجاهه انها عم بتحبه. لكن دكتوره ايضا كمان عندنا مشكله بالرجل، الرجل اللي عنده شعور انه اذا عبر وحكى انا بحبك او انا بحب مرتي او بيمسك ايد مرته معناته ماساه، بتلاقيه بحب على جنب. للاسف بنشوف هذا الشيء. صحيح. وبتلاقيه روميو صار وبيكتب رسائل وشعر، فدائما ممنوع مرغوب. لكن هلا هذا هلا هاي قصه ثانيه. هلا احنا دخلنا بموضوع ثاني. هلا لو كمان للمجتمع اللي بيفرض، هلا الولد او الشاب لما بيقول للبنت بحبك وبضمها او بمسكها بحط ايده بايده بالطريقه او بيقرب منها، صار كانه مش زلمه، يعني صاروا يتهزوا عليه شوي. او حتى بالاخص انا بقوله وانا امي، يعني من الاميات. انه الام بالذات بتطلع انه ليش عم تعمل هيك، ويعني كبيره ليش عم تعمل هيك. لا بالعكس، يعني انا عم بقول انه عليه الصلاه والسلام اللي هو قدوه الام اجمع، كان دائما يقول يا عائش يا حميراء يدلعها، يمسك عنها الاكل ويعطيها الاكل، يضمها اذا زعلت، يرتب هيك يربت على كتفها. يعني انتم استفيدوا شوي من دينكم، يعني في هي الشغلات اللي فيها كانت العاطفه جياشه من عليه الصلاه والسلام تجاه عائشه، انتم ما تاخذوش بس اللي بدكم اياه وتتركوا الاشياء الثانيه. هلا هي الشغلات يعني انا بعتبرها يعني قبه الحب العذري، يعني بالعكس المفروض انه احنا نتجرأ عليه. بالعكس انا بقول كأم، هلا لو
ابني بالعكس بقول له امسكها ضمها بوسها قرب عليها ما في مشكله، بالعكس انت عم بتنمي عاطفه في داخلها، عم بتنمي مشاعرها، عم بتخليها هي ما تزعل وتقول لا والله عندي غرفه مسكر على حالي انا ممكن اكون مع زوجي فيها. لا بالعكس، الحب دائما قدام الاهل لما بيظهر بيجرئ البنت، بيخلي البنت عندها قدره انها هي تحاور بالمشاعر اللي بداخلها. ما هو احد اسباب البرود العاطفي لدى الطرفين انه ما عندوش قدره على انه يحاور ويعبر عن اللي بداخله. طب كيف يعني انت خلص مثلا اغلبيه الاشخاص بيتزوجوا زواج تقليدي، بتقول لك انا ما عمري شايفته حتى يمكن هو بيقرب لنا، وانا تزوجت مثلا ابن عمي حدا من العيله، فبقول لك اساسا انا ما اخذتها عن حب، مشاعر الحب لم تكن موجوده. بالمقابل بتلاقي ناس صحيح تزوجوا تقليدي ويمكن هي انجح من اي علاقه. صحيح حب. احسنتي رندا، يعني هاي نقطه كثير مهمه بصراحه، هذا دليل على انه شوفي امياتنا ما تجوزوا عن قصص حب وقصص روميو وجولييت وعشقه، لكن ابدعوا في حب بعضهم البعض واثبتوا انهم بحبوا بعضهم البعض. اكيد طبعا في كل حالات فيها استثناءات 100%، هذا الدنيا مش مثاليه مزبوط. ولا الازواج مثاليين، ولكن ليش هلا لو بدي اعمل مقارنه بين المراه المتعلمه والمراه المثقفه اللي متاح لها كل شيء هلا في حياتها ما قدرت انها هي تتوفق مع زوجها وامنا اللي كانت مش متعلمه، وجدنا ستنا وسيدنا اللي كانوا مش متعلمين كانوا يعشقوا بعضهم عشق وجابوا 10 وجابوا 12، بتلاقي بعد 60 سنه لهم مع بعض. احنا هلا 10 سنين الواحد مش قادر يتحمل، وهلا بحبوا بعض وبعدوا مع بعض وبكنكنوا على بعض. احنا هلا هو بجهه وهي بجهه، هي ماسكه التليفون وهو ماسك التليفون، في اسباب كثير هاي لو بدي اهلا ادخل فيها متاهاتها. انا بقول دائما انه الزوج والزوجه هم اكثر شخصين قادرين على انهم يطوروا الحياه العاطفيه بينهم من خلال. هلا خلينا نتكلم بصراحه، هلا اعطيني لو بدي اقول لك احصائيه قديش في زوج وزوجه بيقعدوا على السفره على الغداء. هي ما في ما في ما في. هلا احد نقول اهم اسباب الانجذاب العاطفي بين الطرفين ان اقعد انا وياك وناكل ونحكي مع بعضنا البعض، اعبر لك ايش صار معي وهو يعبر، هون بتصير في عندك مساحه من الحوار والنقاش اللي تفتح للطرفين يفضفضوا اللي بداخلهم ويطلعوه. هلا انت لما بتفضض الرجل بطبيعته بحب المراه اللي شويه بالضبط، المجتمع العربي هذا هو ما بنقدر نحكي احنا، زلمه بحبش المراه الاقوى منه، بحبش المراه القياديه درجه 100%، بحب المراه اللي شويه بتكون تحت جناحه، فبحب ياخذ ويعطي، بحب يسمع منها، بحب يسمع ويحس انها هي بحاجته، والله صار معي اليوم بالشغل هيك، والله مش عارف ليش تعرضت، بحب الاحساس انها هي اضعف منه، هذا الاحساس بحد ذاته بيخلق جو من المشاعر تجاه الرجل، لانه الرجل مشكلته بإحساسه بالقوامة يختلف عن الآخرين. بس دكتورة بصير أحكي لك شغلة، أنا بحس موضوع مثلا أنه بتحسي الزلمة راكن أنه كل إشي على المرأة، يعني أشياء البيت الأغراض الأشياء اللي بتعملهم هذا عليها، المشاعر هي لازم تعبر، الروتين هي لازم تكسره. طب المسؤولية هون أكبر على مين؟ هل هي على عاتق الرجل أم المرأة في التعبير عن الرأي وفي خلينا نحكي فتح الملفات بيناتهم؟ هلا ما بنقدر نحكي على مين فيهم، هلا المفترض أنها تكون هي مشترك مع بعضها البعض، متداخلة حتى ومتشابكة مع بعضها البعض، مش واحد أكثر من الثاني. بس عرفت المرأة منذ القدم ولا زالت أنها المرأة أكثر مرة بتعبر عن مشاعرها. المرأة بطبيعتها حنونة رقيقة وعاطفية كثير، يعني لو ضم صغير بتبكي، يعني انا دائما بقول حتى بعلم النفس المراه اذا شفتها انت زعلانه ما تعمل معها ولا شيء، بس ضمها تبكي دغري، اعطيها البيج هاج هاي بس هيك وحس، خليها تسكت، خليها تدرف دموعها. الست عاطفيه يعني رفقا بالقوارير، يعني ارفق بهذه المراه اللي خلقت منك، يعني المراه هاي ما في امور، في امور ما فيك تقومها، ما فيك تغيرها، مخلوقة في كل نساء العالم. يعني مثلا الغيرة هي موجودة صحيح تتفاوت، ولكنها موجودة في كل نساء العالم الغربية والشرقية، كله بيغار. فأنت يا رجل عارف كيف تتعامل مع الست، هلأ مسؤول مين فيهم يبدأ؟ أنا دائما بقول إنه الست الأفضل إنها اللي تبدأ، هي تبلش أو تعبر شوي عن أحاسيسها تجاه الرجل عشان ترضي غرور وتشبع غرور الرجل، الرجل بحب هذا الشيء. أوكي. ما نكذب على أنفسنا، يعني بكل منذ القدم لغاية الآن الرجل بحب يكون سي سعيد، بحب يشعر إنها المرأة هي تحت جناحه بالضبط. هذا مش معناتها انه المراه انا كسرت مثلا خاطرها ولا ما قللت من قيمتها، بالعكس تعبير عن المشاعر كثير 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 بيعطيها خليها مرهفه الحس اكثر. انا اسفه احنا عم نتوزع يمكن كثير بالموضوع، بس نرجع للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، انه اول شيء وجبه الغداء او العشاء العشاء اللي هو تجمع هي العشاء يتجمعوا مع بعض ويعبروا عن مشاعرهم مع بعض. ثانيا هلا كمان في شغله ثانيه، عمليه اللي هي التنزه او السفر، حتى لو ما عندكش قدره انك تسافر ما بيطلعوش كثير لرحلات الزوج والزوجة لحالهم، لازم معها كومه هالاولاد وبجرهم وهي بتجرهم، هذا ما بيمشيش. احنا في حياه سريعه، المراه بتشتغل والرجل بيشتغل، محتاجين شويه انهم هم يجددوا من تعارفهم لبعضهم البعض. هلا اعتاد الرجل على نقول بعض هلا الزلمه لما بيتجوز الست اول مره بيكون في اشياء كثير تبهره فيها،
مزبوط. جمالها مثلا، خفة دمها مثلا، كل شيء فيها من غير ما أحدد شغلات كثيرة، في رجل عقل، في رجل جمالها، في جسدها، في طريقتها، خفة دمها، أشياء كثيرة. صح. ولكن مع الزمن بصير هذا عادي، خلص زهق، بصير أي ست أخرى عندها صفة أخرى بتجذبه أكثر. هلا هون دور المرأة اللي موجودة في حياته تغير شوي من بعض الصفات اللي اعتاد عليها الرجل. مثل هلا الاعتياد على انه مثلا كل يوم انا بصحى الصبح بنفس الطريقه، بصبح، بحط لك الفطور، بحمل حالي، بروح على الدوام، انا بشغل سيارتي، بعمل سندوتشات هالاولاد وبطلع، اعتاد خلص، صار عنده روتين انه مرتي كل يوم ما بتعمل هيك. لا، انا ممكن في يوم من الايام اصبح اعمل بريكفاست برا، تعال نتفطر برا، تعال اغير جو، ادلعك شويه، اغير. طبعا انا مش بقول كمان الرجال ما يدلعش الست، لا، هو المفترض انه يبدا هو بهذا الشيء. بيني وبينك دكتوره، انا شايفه يعني، بعرف مش ضايل عندنا وقت كثير، بس انا بحس مرات في الوقت الحالي الزلمه مركن، يعني الزوجه دائما موجوده، الزوجه دائما متواجده، صارت جزء من روتين البيت، للاسف بتصير تحسي عندنا احنا احساسنا لانه غير عن الرجل. هلا انت في تصنيف الله خلقه عند الرجل غير عن المراه، هو مش معناته ان الرجل مش قادر، بس على الاغلب الست هي بتقدر اكثر من الرجل، هي قادره اكثر من الرجل، عقليتها غير عن عقليه الرجل. يعني حتى لو بتقول له جيب خضره بنسى شغله، هو مش لانه نسي، هو لانه مخه مش مبرمج على هيك اشياء. أوكي. الانثى خلقت لهذه الاشياء طبيعتها. فبدنا نفهم انه التفكير غير عن بعض، طبعا مختلف. دكتوره بدي رساله لك لكل المتزوجين، للاسف يمكن احنا لازم نحط فقره كامله عن هذا الموضوع كل يوم بحلقتنا، قد ما في حالات طلاق للاسف في مجتمعنا المحلي. فبدي رسالة منك لكل المتزوج. أنا بقول لكل أنثى ولكل رجل الاثنين مع بعضهم البعض، إنك حاول إنك أنت تحب القلب، وإنك تعشق الست قبل ما تفكر بأنه أنا بدي أتجوز، لأنه العادات والتقاليد بتقولي لازم تتجوز، لأنه أمي وأبوي بيحكوا لي لازم تتجوز، وبقولوا لازم إنك أنت تحقق زي ما بيقولوا اللي هي رسالة الأم والأب، يكون عندي أحفاد. ما يكون هذا هدفك، هذا حيصير، حيصير، حيجي حيجي، اختار صح وحب صح، ولما تتزوج فكر بالاستمرار والاستقرار معا، مش بتجوز بعد كمان سنة ولا سنتين والأقل، ولا أنا حبيت صديقتها، ولا حبيت سكرتيرتي، ولا ما بعرف إيه. لا، إذا أنت من البداية حاس إن المرأة هاي لا تتواءم وتتلائم معك، لا عقليا ولا فكريا ولا حتى جسديا، النوع اللي بدك إياه ما تقدم عليها، لأنه حرام. الاتفاق والاحترام. نعم. برأيي أهم من صحيح. الحب، وهذا سبب نجاح عدد كبير من العلاقات. صحيح. دكتورة أحلام الخطاب، كل الشكر لك، شرفتينا ونورتينا، يعني وأتمنى نترككم بهاي الرسالة، نتمنى الوئام والتفاهم بين التنين، إحنا صاير نفسنا قصير على الطرف الآخر، خلي هيك نكبر قلبنا ونكبر عقلنا ونستوعب الآخر. كل الشكر لكم ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.